بحبك جميعا اكثر تقطيع واختلاط الجوانب الجديد في الشعر الجميل سامي الشباني جوانب بعنوان شكل شبرين وهو جاي في اطار تجربه استثنائيه عملية سامي الشباني بيتكلم فيها عن الالعاب الشعبيه بيتكلم فيها عن الالعاب الشعبيه اللي هو تعتبر شعر بيكتب عنها بشعر اعتقد انه شعر مختلف تماما عن كل الموجود في الساحه ودي يمكن ميزه سالم الشباني. الحقيقه ان الواحد النهارده يعني تحديدا بيسال نفسه اكثر من سؤال يعني هل الواحد يجي لسالم النهارده في اطلاق وتوقيع ديوان شعر وده شيء مهم؟ فانا لقيت الحقيقه ان في اكثر من سبب ان الواحد يجي النهارده، اولا ان انت سالم الشهباني يستحق ان الالتفاف حواليه نظرا لانه شاعر جميل وشاعر استثنائي في المرحله اللي احنا فيها ديت، احنا عارفين يمكن الشعر يمكن ما بيبيعش لكن انا اعتقد ان الشعر بيأثر وبيغير على المدى البعيد. صحيح ما بيبيعش بالنسبه للعديد من دور النشر لكن دورين سالم الشهباني وتجربه سالم الشهباني بتؤكد ان الشعر الجيد هو اللي بيستمر وان الشعر الرديء احنا ما بنسمعش عنه خالص. السبب الثاني اللي يخلي الواحد يقول ان سالم يستحق النهارده ان النهارده الزمالك بيلعب مع حرس الحدود وانه مغلوب 1-0 لغايه دلوقتي، فهو انك 9 سنين تشوف الزمالك بيتغلب في نفس اللحظه التاريخيه في افتتاح الدوري تبقى حاجه لطيفه ان انت تيجي تسمع شعر. حاجة الثالثه ان الواحد ما بيلاقيش حفلات توقيع العدد دوت من الناس ومن المبدعين اللي موجودين واللي مشاركين النهارده في حفل التوقيع وفي حفل اطلاق الديوان. اعتقد ان ده دليل على ان سالم شعر يستحق الكثير ويستحق الالتفات حوله. وانا لما اشوف حد شاعر كبير ايضا بقامه الاستاذ ماجد يوسف يحضر هذا الحفل فانا اعتقد ان سالم فعلا استحق المزيد مننا. وبما ان الحفل هو استثنائي ومختلف اسمحوا لنا اولا ان احنا نبارك لسالم الشهباني. هنفتح باصيله منه ثم هنروح هنسمع مصريه هتغني لنا غنوه من كلمات سالم الشهباني. فاستأذنكم أولا إن احنا نحيي سالم الشهباني بمناسبة إطلاق ديوانه. أشكركم جدا النهارده يعني فرحتي شاقة وصفة. عادة أنا ما بعرفش أتكلم بس ممكن أقول شعر. أفضل كأن الشجر طارح في ليل أبريل كأن سور الحديد على كبر قصر النيل صندوق رسائل بريد شايل جواب أو صورة والليل كأنه سور بيعكس الصورة أنا في مكاني بدور كنت الحياة تنورة أبيض أبيض كأني سحابة سيف بتمر طيف على الحياة تضحك لنور الشمس وطول الطريق اسمح لصالح قصدتي وحدتي ليلي شارع قديم بيشدني لعمر راح وسنين بريئة سنين حنونة سنين بتشبه رأس حصان الخشب لوحده في البلكونة سنين بتشبه نزول الخط من على السطح تشبه ضياع بالونه من شباك الارض سنين بتشبه نزول الخط من على السطر تشبه ضياع بالونه من شباك الارض سنين بتشبه ندى على الورده قلقان خايف من السقوط بيشكو يضحك عليه جمهوره وهو بيموت يضحك لبنته يقول لها شوفي تنزل دموع حضنها تبل من توفي يرقص 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 كما عصفور عالنار رقص ما ماتش من سجنه مات من وحدته في القفص ابيض كاني خجل البنات كشكول بتحضنه بلوزه بياع الكل بيعاكس المرسيدس الكشافات في عينيه يرقص في قلب الاشاره كانه بيكشفه او راقص دليل ابيض كاني نور في الميدان بيجبر الماشين على عبور الرصيف حرصا على النجاه أبيض كأني سحابة سيف بتمر فيه بتحرك